السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو خفيف ظريف. في البداية نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم بدون إطالة، هو سلسلة من الفيديوهات السابقة تكمل بعضها. الفيديو تاع اليوم يتكلم عن الاقتصاد الأسري والمرأة اللي حابة تكون مقتصدة. دوكا كاين واحد التناقض، لازم تفهمي حاجة. قلت لكم في الفيديو السابق، قلت لكم انه المرأة باش تكون باش تدخر وتوفر وتجمع المال لازم تمر بمرحلة تسمى بالاقتصاد، لازم تتفنن في الاقتصاد، لازم تتحكم في الاقتصاد، تتحكم في الميزانية، في الدخل، لازم تكون فنانة في الجانب هذا. مش الفنانة تاع الغناء وتاع الرقص وتاع الشطيح، لا، فنانة في دارها، تكون مسؤولة، تكون تعرف وش معنى الاقتصاد وتطبقه بنفسها وتجني الثمار فيما بعد اللي هو التوفير وجمع المال وتحقيق الأهداف إن شاء الله. دروكا باش تكوني مقتصدة ما تقدريش غير تتبعي قناتي وتقدر تتبعي قناه اخرى واخرى واخرى وتسمعي 100 فيديو، مش حيفيدك اذا ما كنتيش انتيا راكي متوليه الاقتصاد. كيف دوكا نشرح لكم كيفاش انا نحب نكون مقتصده. كل مره تسال نفسها كيفاش انا، ولا نسالك كيفاش حبيتي تكوني مقتصده وتوفري الدراهم وتطبقي واش رانا نقولوا وتتبعي معانا وتشوفي النتائج بنفسك وبيدك وتلمسيها وانتيا لا حول ولا قوة لك في المنزل، يعني ما عندك حتى دور في المنزل، ما غير مستقبلة فقط، يعني ما كيش انتي اللي تسيري او مشاركة في التسيير. مش حنقول لك انا، يعني كوني انتي في بلاصة الرجل، انا نتكلم بصفة عامة، سواء كانت المرأة تخدم ولا ما تخدمش، وخاصة اللي ما تخدمش، يعني اللي كاين دخل واحد، لانه اللي كاين دخلين نوعا ما كاين اشتراك في التسيير، انا نشوفوها يعني. اما اللي كاين دخل واحد صح، قبل 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 كان الراجل دائما هو اللي يصرف، هو اللي يسير، هو اللي يدير كل شيء، وحنا تركينه عادي، والمرأة مخلياته عادي ومش معترضة، وعلاه؟ لأنه واجبه وخدمته الطبيعية يخدم فيها، وهي تخدم في الدار وخلاص، ومش مكسرة راسها من ناحية أنه تتكفل بالميزانية أو تتكفل بتقسيم الميزانية وتتكفل بالمصروف وتنظم الكوزينة وكذا، يدرهم الراجل هو اللي يجيبها وكذا، وهي يعطيها لها وهي تتصرف. ما كناش نشوفوها. نقولكم علاها، لأنه كان الخير، لانه ما كانش غلاء الاسعار بالشكل اللي رانا فيه هذا الان، ما كانش الدنيا غاليه بزاف، صح ولا لا؟ راكم كامل تسمعوا فيا في اللحظه هذه تقولوا صح، مالا ديري لايك للفيديو باش قبل ما تكملي ديري لايك قبل ما ننسى. دائما نذكر فيكم سمحوا لي باش تروج الفيديو برك، هذا ما كان انه ماهيش غاليه كيما رانا نشوفوا فيها الان، وماهيش صعيبه الدنيا كيما رانا نشوفوا فيها الان، وما هيش طايرة في السماء، والناس كانت لاحقة الحمد لله، مهما كان قادرين على اللقمة وعلى الكوزينة وعلى الكسوة وعلى كل واحد، وكما نقولوا احنا قادر نوعا ما، ما كانش البزخ والبذخ وكذا، بصح قادرين نوعا. بكا رانا ابسط شيء والأولوية الاولويات، رانا الاسر ما هيش قادرت لها، والله العظيم رانا وصلنا لحالة صح 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 يعني كبيرة جدا، وكارثة في غلاء الأسعار، غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة طبعا معاها، والدخل شوفوا الأسعار راهي تزيد والدخل راهو ثابت، هذول راهم يخدموا، إما اللي مش ما همش يخدموا هذاك راهم حليل. عليه كيك دائما نشجع أنه المرأة تخدم وتدير المشاريع، بس قبل 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 دوكا لازم تتفاهمي أنت والزوج، ما كانش حل آخر، فهميه فهمي بطريقتك انتي باسلوبك انتي، طبعا عادي بالظرافه بالاسلوب تاع يعني الاقتناع يعني ويقتنع وكذا، انه لازم تشاركو على الاقل كوزينه على الاقل، ولا اعطيني ميزانيه نصرفها، ولا نصرف انا وياك، ولا نقعد انا وياك نديروا ورقه وستيل، او اعطيني مبلغ من المال وقدره، قال هذا الكوزينه، قال هذا الكوزينه اعطيني نصرف انا
ما لاني انا اللي نعرف واش نطيب، انا اللي نعرف الضياف واش يحتاجوا، انا نعرف الكوزينه واش تحتاج، انا اللي نعرف ولادي واش راهم ياكلوا واش راهم يشربوا، انا 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 راني حابه نقتصد، حابه نوفر، حابه ندير كذا، نديروا حاجه نزيدوا في الدار مابل، نزيدوا كذا، نروحوا نحوسوا، المهم كذا 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 كذا، انا ما قدرناش هكا، كي نكونوا عشوائيين ما قدرناش، تتفاهموا عادي مش مشكل. وكي تروحي قبل ما تروحي كما قلت لكم والنصائح المعتاده، لازم القضيان الشهري، لازم ورقه وستيلو، لازم القضيان تكتبيه، ماشي قال ندير قضيان شهري تروحي للسوبيرات عشوائيا تهزي السله هذه 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 هذه، مستحيل مستحيل، ماشي كيما هكا، غير اقعدي في دارك وخلاص ما ديريش كيما. انا شخصيا والله العظيم كي بديت القضيان الشهري ما كنتش نعرف، كتبت لا ليست ما عباليش قد جاتني ذاك الوقت زملائي ولا بصح غير كوزينه وحدها، بعد ضحكت على روحي، شوفوا شوفوا روحوا دخلوا لي مش مصدقني والله، يشوف الفيديوهات القدام تاع القناه وشوف كيفاش كنت انا نشري وكيفاش كنت نام. ونقول لكم هذه البدايه تاعي، قلتها في الفيديو، قلت هذه البدايه تاعي، المهم ما نعرفش نصرفها، ما نعرفش نحدد الاولويات، المهم بديت اول خطوه في الدرج نتاع الاقتصاد اللي هو اني درت القضيان الشهري، على بالي الاسبوع القادم او الشهر القادم حيكون احسن وحيكون احسن وحيكون احسن وحيكون احسن، على بالي قلتها في الفيديوهات، على هكاك اني ننصحكم بالقضيان الشهري. القضيان الشهري راكي حتتمرسي فيه، انا مش حنقول لك اشري هذه وما تشريش هذه، دوكا هذه راهي اسره تاعك، وانتيا كي تتحطي في المسؤوليه تتحطي قدام مسؤوليه القضيان الشهري ولازم توفري، تعودي تعرفي واش هي اولوياتك، واولوياتك انتيا ماشي كيما اولويات مرا اخرى، لانه الاسر تختلف من منطقه الى اخرى، كبيره صغيره، الدخل يختلف، العادات والتقاليد تاع الطبخ تختلف الى غير ذلك، اي الى غير ذلك. لذلك ننصحكم انه تستلمي الميزانية على الاقل، شوفي شوفوا باش ما نكونوش يعني اكيد، راهي كي نقول لكم تستلمي راني على بالي انه كي قلت لكم قنعوا الزوج، على بالي انه كاين الرجال انه ما يقبلوش، يقولوا للمراه لا لا كيفاش نمد لك انا الميزانيه وتقعدي تصرفي انتيا وانا معي يبقاش عندي، قول له شوفوا امشي معاه خطوه خطوه، قولي له على الاقل جربني في الكوزينه مده مش شهر مش زوج، ما تقوليش شهر زوج، على الاقل عام في الكوزينه، برك كي ننجح في الكوزينه نروح لحوايج اخرى، وراكي حتنجحي بعد شهرين ثلاثه اربعه حتنجحي، ماشي حتوصلي للعام هذاك باش تنجحي، لانه الخبره لانه الممارسه. دروك انت كي تكوني، احنا نقولوا للمراه لازم تكون قافزه ولازم تستلم ولازم تدير ولازم تدير وتنفع روحها وتنفع اولادها وتكون قدوه لاولادها وقدوه لبناتها وتعلم بناتها القفازه وتعلمهم، وانت هي ابسط شيء الكوزينه ماكش قادره تستلمي الميزانيه نتاعها، كيفاش حتكون تربي ولادك، كيفاش حتقولي لبنتك على الوشك الزواج تقولي لها استلمي الميزانيه انتيا ولا وفري ولا شري منها وتحايلي من دي، وانت ماكش ديري فيها وماكش قادره لها، جايتك صعيبه يعني، وشي الصعوبه اللي فيها؟ حتى صعوبه، الصعوبه هي انك ما مارستيش فقط، الصعوبه انك ما جربتيش انك تحكمي الدراهم وتصرفي، وزيدوا تبقاي واحد الحيل واحد الحيل واحد الحيل اللي قايلتها ومازلت نقولها، لمثال كي تبداي قضيان الشهري تروحي للسوبيرات اللي فيهم الصولد وفيهم الرخاو اللي يديروا عروض ويديروا كذا، وتكون والقرو شتو اللي يبيعوا القرو، شتي مثال تشري ستيكه تاع الطماطم تاع الباط هكا تحطيها في بلاصه بارده ولا كذا ما تفسدش، تشري مثال لاباني خميره بالباط او تلقاي لي واحد الخصومات كبيره، الخل الحوايج هادو الزيت الدقيق تبدأي الليبات تلقي واحد التخفيضات، والتخفيضات كتشريها بالقرو، تشري باط باط كارتون استعملي ست شهور، اوليدي هذا اوليدي يلعبوا لي في الاصوات اسمحوا لي، المهم قلت المهم ساكت عليا، ايه قلت لكم انه تلقاي واحد الحلول واحد الحلول، ومن بعد تبداي تتفني 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 وتبقاي فرحانه بروحك، اي يا ماما تبقاي دقيقه نحن نكمل، تبقاي فرحانه بروحك تقولي انه تقولي انه ايه استلمت انا، ايه شوفوا الانجازات اللي درتها، شوفوا واش درت شوفوا واش درت، تبقاي انك توفري وتحطي في الحصاله وتحطي في يعني البلاصه اللي كتوفري فيها في حصالتك، في حصالتك يفوت ربع شهور خمسة شهور ستة شهور تلقاي روحك والله غير مبلغ مالي وقدره، انك وفرتي بجهدك انت وذكائك انت واسلوبك انت وفنك انت في الاقتصاد، هذه
بسيط بسيط، فيديو بسيط على انك لازم انتي تدخلي الكوزينه مش غير طيبي، لازم انتي تمارسي انك انتي تصرفي، انتي تحكمي الدراهم تاع الكوزينه. لا غير نطيب برك تقولي لهم لا مانيش خدامه برك، حشاك وحشا الناس كل، مانيش غير خدامه. قال خدامه نقولها نصرفوا لها ونقولها طيبي وطيبي وطيبي، ومع احترامي كل الخدامات. بصح راكي انتي يا ربه الاسره، ربه الكوزينه هذه، واش معناها يعني مسؤوله عليها. انا في وقت خلاص لازم انك تخرجي مع الزوج، راكي تقضي راكي تشوفي خلاص، ما نعطيني الميزانيه وجربني وشوف تخرج عليا ما تخرجش عليك، وانت ثاني تخرج عليك ولا ما تخرجش عليك، واكيد حيكون فرحان لانك انت هنيتيه. حتى شوفي من جهه انك تهنيه من القضيان ومشاكل، او يروح معاك ويديك، طبعا مش حتروحي وحدك، اذا كان بنت كبير يديك، اذا بنت كبيره تروحي نورمال، اذا كنتي صغيره متزوجه تروحي انت والراجل تاعك تقضوا ويشوفك انت كيف راكي حريصه، كيف راكي تلحي منا ديري منا، وتقعدوا قال كي تكملي شهر وكذا شوفي ايجابيات شوفي سلبيات، تقصيهم واش حابين تاكلوا اكثر. بالك لي بات ما عجبتكمش نركزوا على كذا، نركزوا على كذا، الاكلات التقليديه نديروها مره مرتين في السمانه هكا يعني. المهم تتحايلي وتولي تعرفي انتيا وكتش طيبي وكتش مطيبيش وش النوع اللي طيبيه، تكثري منه تنقصي منه تزيدي منه، راكي عارفه الاسره تاعك واحتياجاتها. انا راني راس ورويس وليدي، تسمى عارفه واش يخرج عليا، مانيش حنقول لك انا واش راني ندير، نقول هالاسره عندها 7 8 الله يبارك وربي يزيدكم، صح ولا لا؟ دوك انا كان يزيد ربي ويرزقني يا ربي ان شاء الله، ادعوا لي كم كان يرزقني بطفيله ولا بطفيل ولا ربي كذا، راني حنزيد الميزانيه وحنتبدل شويه، صح ولا لا؟ هذه هي سي نورمال وطبيعيه. وهذا مكان لايك واشتراك في القناه، تفعيل جرس لكل ولايكات ومتابعات وبارتاج. سلام.